على فكرة أنا باخد معاش فعلا كل شهر، فأنا من حقي كان إن أنا أهدي اللعب شوية، وهو يعني نجح إنه يشيل عني كل العبء دوت، فكان خسارة كبيرة جدا بالنسبة لي، وربنا يوفقنا الحمد لله، لقينا حد إن شاء الله برضو بيشيل الشيلة بالكامل، هو لسه ما بقالوش شهرين معانا، فأنا مش عايز أضغط عليه جامد، إنما عمر حمامصي المدير التنفيذي لأوراسكوم برضو شكله كده هيشيل الشيلة، يعني عشان أنا المفروض إن أنا أحب بعض على الناحية دي، مش هنا يعني. مريان ممكن تيجي لنا؟ مساء الخير. اولا احب اهنيكم بافتتاح مهرجان الجونه السينمائي في الدوره الرابعه، رغم ظروف صعبه قوي بتعدي على العالم كله. انا اسمي مريان وانا مرات خالد بشاره او كي جي بي، كتير منكم يعرف اسمي كي جي بي. قابلت خالد سنه 90 في الجامعه الامريكيه، كان عنده 18 سنه وانا كان عندي 17. خالد ما كانش انتربرينور ولا كان رجل اعمال، واكيد ما كانش الاداري اللي كان بيعيد هيكله الشركات. خالد كان مجرد شاب طموح جدا، دمه خفيف، عينيه بيطلع منها الذكاء وجدع، وكان زي كتير منكم ناس تعرف بيحب ان هو ينكش اي حد معدي قدامه، مش كده؟ زي ناس كتير قوي بنت نفسها بنفسها، خالد مشواره المهني ما كانش سهل وما كانش كله نجاحات، بالعكس كان فيه اوقات صعبه جدا وكان فيه احباط، لكن شغف خالد انه يحقق حلمه واصراره على انه ينجح مكنه ان هو يتغلب على الياس، وان هو يقدر ان هو يفكر خارج الصندوق عشان يقدر ان هو يسبق منافسيه اللي هم في كتير من الاحوال كانوا أكبر وكان عندهم موارد أكتر، وزي ما بنقول مسنودين.